الرجال دخل قلبي، ما أدري إيش السبب. ليس بينك وبينه نسب، وليس بينك وبينه قرابة، لكن سبحان الله ملك عين قلبك فصرت تحبه. وأحيانا تلتقي بشخص فلا تجد روحك وروحه قد التقت معه، فلا تجد أنه قد دخل قلبك بدون سبب، يعني انطباعك تجاه هذا الشخص تجد أنه غير إيجابي. طيب ما السبب؟ هذا يا أحبة سر سماوي النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إياه، بل ابن عباس قدر أحبتي في الله. مرة جالس ابن عباس رضي الله عنه فنظر إلى أحد الأشخاص فقال إن ذاك الرجل ليحبني. استغرب الصحابة، يعني أول مرة يشوف ابن عباس يقول ذاك الرجال يحبني، فقالوا وما خبرك وما أدراك ابن عباس؟ قال لأنه وقع في قلبي أني أحبه. الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا يا أحيانا